الوقف والاستدامة. أسبوع الوقف الخليجي في سلطنة عمان ممثلة بوزارة الأوقاف والشؤون الدينية للتعريف بأهمية الوقف وشروعيته وإظهار الدور الحضاري للوقف وإسهاماته في بناء المجتمعات. أسبوع الوقف الخليجي هو أسبوع سنوي يحتفل به الدول مجلس التعاون الخليجي في الأسبوع الثاني من رمضان، وهو يهدف إلى التوعية بالوقف وإبراز الإنجازات التي تتم في المجال الوقفي. هذا الوقف يأتي شعار هذا الأسبوع بعنوان الوقف والاستدامة. يصاحب أسبوع الوقف الخليجي في سلطنة عمان معرض للوثائق المخطوطة في توثيق الأوقاف ومنتجات بعض المؤسسات الوقفية ولجان الزكاة، كما تم توقيع مذكرات تفاهم. المستفيد الأكبر من توقيع هذه مذكرة التفاهم هي المساجد ومدارس القرآن الكريم، حيث قمنا بإخلاق أو بخلق حساب فريد من نوعه مختص وفقط للاستفادة أكبر شريحة ممكنة من المساجد الموجودة في السلطنة، حيث توفر هذه الحسابات خدمات كثيرة جدا وإعفاء من الرسوم، بالإضافة إلى تسهيل في عمليات التبرع. شاركنا في المعرض المصاحب لأسبوع الوقف الخليجي. مؤسسة موسى عبد الرحمن الخيرية الوقفية هي شاركت كثير في أعمال الخيرية مثل المنح الدراسية، التعاون مع مدارس تحفيظ القرآن، بناء المساجد، الدراسات في الخارج. تهدف وزارة الأوقاف والشؤون الدينية من خلال أسبوع الوقف الخليجي إلى توحيد الجهود للنهوض بالوقف وتنمية استثماراته وتوعية المجتمع بضرورة الحفاظ عليه وصيانة ممتلكاته. يركز أسبوع الوقف الخليجي على الوقف وما يتضمنه ذلك من جهود للتعريف به والتوعية بأحكامه ومفاهيمه والدعوة إليه، مع بيان دور المؤسسات الوقفية في هذا الصدد. عبد المنصور الحريسي، مسقط.